بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. هنتكلم في الفيديو رقم 3 للجروب الأولاني في أسئلة الأسئلة اللي جات على المحاضرة 18 و19 بتاعة الأعمدة المزروعة. كان في سؤال الرو مينيمم، حسبة الرو مينيمم دي بتبقى ثابتة، بتطلع معاك 35 من 10,000؟ لا، هي مش ثابتة زي ما احنا شرحنا في المانوال. هي قانونها بيبقى 25% جذر الاف سي برايم على الاف ييلد. الترم ده بتروح تقارنه يبقى اكبر من او يساوي، يعني ما يقلش عن 1.4 على الاف ييلد. طيب احنا كانت عندنا ان 25% جذر الاف سي برايم على الاف ييلد، في حالة ان الاف سي برايم كانت 28 والاف ييلد 400، كانت طالعة اقل من 1.4 على الاف ييلد. فعشان كده خدنا المينيمم بتاع الكاميرات 1.4 على الاف يلد، اللي هو كان 35 من 10,000، لكن هو رقم مش ثابت. لو اجهاد الحديد اتغير، لو الاف سي برايم علا، هيبقى الارقام دي برضو هتحتاج انك تعمل عليها تشيك تاني. تمام، هي حسبة، يعني الرومينوم هي حسبة معادلة. بالنسبة للتسليح العلوي بتاع الكانات، احنا بيفضل وليس شرط ما يزيدش عن 4 من 10 الا السيل بتاعة التنشن. ولو انت القطاع عندك سنجل رينفورس سيكشن، فانت خلاص بتحطه كسيرة بهانجر، ما بتستخدموش معاك كومبريشن، بتحطش السيل في الكومبريشن يعني. فممكن تستخدم مثلا 1 من 10 او 2 من 10 من التسليح في التنشن، بحيث بس انك تحافظ يعني الكاميرا مثلا على اللهم صل على سيدنا محمد على عدد فروع الكانة، يبقى فيه بس فاهم اسياخ تربط فيها بس. مسافات بين الكانات برضو يعني بنحاول ماكسيمم بين كل فرع وفرع 25 سنتي في الكاميرات المدفونة. يعني لو عندك كاميرا متر، يبقى انت عندك عدد الافرع فيها 4 فروع مثلا. تمام، بالنسبة لطريقة الاكسل شيت اللي احنا استخدمناها في تصميم الكاميرات، احنا عملنا اكسل شيت وقلنا ازاي نعمله وازاي نبدأ نمزج حاجة زي كده ونعرف المعادلات او الدوال اللي احنا بنستخدمها في الحساب بتاعتنا. فلا، هي ما بتطلعش ارقام مختلفة عن الاكسل شيت التاني او عن البرنامج بتاع الاي تابس او البروكن، هي كلها تؤدي لنفس الغرض. بس هي يعني كل واحد بيبقى حابب يعمل حاجة لنفسه، فما فيش مشكلة. حتى انا مرضتش ادي لك الاكسل شيت جاهز، لا انا عملته معاك قدامك، بحيث يبقى انت عارف ازاي تنسق خلايا، ازاي تعمل ماتشنج ما بينهم، ازاي تستخدم الدوال بتاعتك في انك تبدا تشتغل، انك عايز تبرمج الشيت ده بدماغك انت، بطريقتك انت، بمعطياتك انت. ومش هتبقى بقى على الكاميرات بس، اي حاجه عايز تعملها. وزي ما هنشوف برضو العمدان قدام، احنا عملناه اكسل شيت برضو مع بعض، برضو شرحنا الطريقة. فهي بتبقى يعني معظم الدوال بتبقى خلاص، يعني في دوال كده معينة انت بتبقى محتاجها من الايتابس تبقى عارفها، مش لازم تبقى عارف اكسل كامل، يعني قصدي من الاكسل مش من الايتابس. فبتبقى انت محتاج دوال معينة اللي احنا شرحناها دي، زي دالة سيلينج، زي دالة راوند، زي دالة الماكسيمم والمينيمم، زي دالة اف الماكش اندكس. كل دي دوال انت بتبقى محتاجها عشان تبدأ تعمل الشيب بتاعك. بالنسبة للكاميرا المزروعة اللي كانت معانا، ما كانش رايح ليها لود من البلاطة، لأن كانت الكاميرا المدفونة كانت مثلا، كانت هي رأسي مثلا، وكانت أفقي، كانت أفقي والأعصاب موازية ليها مش عمودي عليها، فأصلا حمل البلاطة مش راملها. عشان كده كنا واخدين اللود اللي عليها وزنها والفرون كفر خدناه واللايف لود، واللهم صل على سيدنا محمد، و والاول ويت والحمل بتاع العمود المزروع. تمام، لكن لو انت بقى الحاله اللي عندك كانت الكاميرا كده، كاميرا مايله بالشكل ده كده، والاعصاب جايه نازله عليها، اعصاب نازله من البلاطه كده واعصاب جايه من البلاطه عليه، طب الكاميرا دي ساعتها كده هتشيل لود من البلاطه، صح كده؟ هي اوريدي كده هتبقى فعلا شايله لود، واحنا زي ما قلنا هنعرفها على انها بلاطه من برين وترمي لك الحمل على الكاميرا. طيب لو حابب تتشيك مانوال عليها من غير مثلا، يعني انت عندك كاميرا عليها عمود مزروع وانت عارف حمل العمود، جبته بقى باريا ميثود، جبته باي حاجه، وحابب برضو تتشيك عليه مانوال، يعني بجانب ان انت عايز تشيك على الموديل بتاعك تشوف انت شغال صح ولا غلط، قلت لك انا ساعتها ونزلت لكم فيديو سكتش بيها ازاي تبدا برضو تحسب اللودز يعني بتاعتها. هي كل الفكره باختصار حتى الناس اللي مشافتهاش، انا لو عندي الكاميرا ده الكاميرا المدفونه، هي دي الكاميرا المدفونه، وعندي هنا فوقها ده كده المسافة دي أعصاب. كنت مثلا البلاطة 4 متر، عندي بلاطة وان واي 4 متر رامية على الكاميرا. ففي الحالة دي هتعمل ايه؟
بتاعك بتاخد الكاميرا دي بنص المسافة، يعني الكاميرا دي بتشيل معاك لنص المسافة، يبقى نص الأربعة 2، ولو من تحت نفس الحوار بس كانت مثلا بحرها 6 متر يبقى نص الستة 3، يبقى الكاميرا دي شايلة أعصاب من فوق 2 متر وشايلة من تحت مسافة 3 متر، هتاخد ال5 متر دول. ولو انت طبعا بيبقى البلوك والوزن بتاع الرب بيبقى واحد، لان احنا موحدين البلوك وموحدين الاحمال، ده انا مش ساكن اعتياد، فبتاخد الوزن الرب الدبليو التيميت على الرب اللي هو بيبقى على شريحه متر في اس، الدبليو اللي احنا جايبينه ده وفي اكسل شيت بيحسب الكلام ده برضه، تروح تقسمه على المسافه اس كده. انت خلاص خدت ديستريبيوتد، جيت انت جبت الحمل بتاعك اللي هو على المتر الطول، اضربه بقى عندك في الطول اللي هو نص الاربعه ب2 متر ونص السته ب3 متر، يعني اجمالي طول 5 متر، اضرب ال5 متر دي في دبليو التيميت ريب على الاس، ده كده الحمل اللي يجي لك من البلاطه. ولو انت زي ما قلت لك خدت الحمل من سنتر لحد سنتر البلاطه مش لوشها، يبقى انت كده خدت تاثير اللايف والفلو كفر معاك، لكن لو احنا خدناها من وش الكاميرا ما خدناش عرض الكاميرا في الاعتبار، يبقى انت هتحتاج تدخل اللايف لود الفرومي كفر تاني عن طريق انك بتضرب اللايف لود اللي عندك في عرض الكاميرا اللي كانت 80 سنتي، والفرومي كفر برضو اللي هو كان الاتنين من 10 طن على المتر سكوير تروح تضربه تاني في عرض الكاميرا اللي هو كان 8 من 10، يعني يديك حوالي 16%. ده لو انت ما خدتش المسافة بتاعت البلاطة من سنتر مثلا المحور اللي فوق لحد سنتر الكاميرا، هتاخدها من عند وش الكاميرا وهتخصم العرض منها، عرض الكاميرا هتخصمه منها، يبقى انت في الحالة دي هتحتاج تعمل كده. لكن انت لو مشيت بالطريقة العادية سنتر تو سنتر، يبقى انت اصلا اوريدي خدت اللايف والفرونت كفر، والكلام ده فيه فيديو سكتش بيه على الجروب، وممكن برضه ابقى ارفعه على القناة على اليوتيوب عادي من غير ما يبقى مشفرينه برضه من باب العلم بشيء، لو النقطة دي مش واضحة مع الناس يبقى برضه اللي حاضر حتى معانا على اليوتيوب وبيشوف الفيديو ده وهو مش مشترك معانا يبقى فاهم برضه احنا بنتكلم في ايه. طبعا هي هتبان سكتش اكتر. يعني الحاجة التانية، احنا طبعا عدد المحاضرات معانا هو 32 محاضرة، الدرايف دلوقتي عليه 25 وفي 7، هما خلاص الحمد لله احنا انتهينا من تسجيل الكورس، السبعة دول بس بيتم تشفيرهم ويتم رفعهم، وغالبا المساحة على الدرايف مش هتكمل، فلو معرفناش نشتري مساحة هنعمل المحاضرتين التانيين على درايف تاني. وزي ما قلت لك احنا دخلنا محاضرة الاستيراد اند ديتاي، اللي هو لو انا عندي مثلا منشأ قائم بالفعل وفي دلوقتي واحد بيصب الدور اللي فوق وحب يزود باكية تحت، يعني انت عندك الدور اهوت خلص وفي باكية عايز تمدها 4 في 4 مثلا تحطها، ومش عايز تحط عمدان تشيل الباكية دي مثلا، يعني مثلا عند الدور الارضي خالص وانا عايز اصب الدور الاول، جميل. طيب وجيت بقى انا بصب الدور الاول، انا قدامي مثلا كان حتة ارض او فاضية وانا اشتريتها ايا كان يعني، وحب يضيف في المستقبل الغرفة دي، غرفة 4 في 4، ومش عايز يحط عمدان تبدأ تشيل الغرفة دي وعايز يعلقها في سقف العلوي اللي هيصبه ده، ده هيبقى على الطريق انك بتعلقها ب2 طاي كده تربطها بالبلاطة اللي فوق، واخد بالك؟ فهي الفكرة كلها حاجة زي كده، ممكن تبدأ تستخدم فيها عناصر الطاي، وهقول لك بتتعمل ازاي. لو كان عندك بروس كبير ممكن تربطه مثلا، يعني لو ده بروس كبير ممكن تربطه بطاي مثلا كده، ويبقى ده لو ده العمود تروح تربطه بطاي كده، تمام، او تربطه بعنصر يشيل معاك كومبريشن، بحيث ان انت الطريقتين دول تقدر برضو تدعم معاك الكابولي. هقول لك برضو الحاجات دي بتستخدمها ازاي، وحروف الكروس اللي كانت بتتعمل برضو في الكوابيل الكبيره، وتفصيله التسليح، كل ده هتلاقيه في المحاضره رقم 32، عشان برضو الناس قد طلبتها. الحوائط الحامله في النمذجه اللي انت بتراعيه او المختلف عن المباني الهيكليه على الايتابس لما تيجي تعمل موديلنج، وبتختلف برضو طبعا في الاساسات انك بتعمل ستريب فوتنج ما تبقاش ايزوليتد زي الفيلا العاديه اللي معانا. الحاجه التانية كمرة فرق المنسوب، كمرة فرق المنسوب اتكلمنا برضو عنها وقلنا ازاي هتمثلها، وعملنا اكتر من 3 موديل وقارنا ما بينهم، وشفنا الطرق برضو بتطلع الزوم عاملة ازاي، وازاي تبدأ تطلع نتائج التسليح، قلنا الكلام ده كله في المحاضرة رقم 32. فانت كل اللي طلبتوه احنا الحمد لله يعني وفينا بيه واستوفيناه، تمام. عشان كده الكورس كان 40 ساعة بقى 55 ساعة، في 15 ساعة زادوا في الكورس، بس انا والله عادي يعني، بالعكس الموضوع انا مبسوط جدا ان المحتوى طالع كبير كده، يليق برضو بالناس اللي اشتركت معانا، ويحافظ برضو على اسم الواحد اللي هو بيشقى فيه من 6 سنين يعني. فاتمنى ان شاء الله ان الكورس يكون مفيد، وانا برضو زي ما بقول بنتابع مع بعض كل يوم خميس كده الاسئله اللي بتيجي على الجروب،
وهتبدأ تنزل فيديوهات برضو للجروب الأولاني مجرد بس ما نبدأ يوم الأحد إن شاء الله. أي أسئلة هيعملوها برضو هنبدأ برضو نعمل فيديوهات وهننزلها على القناة، بحيث يبقى سهل يحملها أو سهل يشوفها، يبقى الموضوع سهل في الأرشفة، بس بحيث إنك تعرف تحتفظ بالفيديوهات دي بدل ما نقعد نرد على كل رسالة بكتابة أو بريكورد. أنت مش هتبقى عارف تحتفظ بيها، يعني الموضوع هيبقى صعب على الواتساب إنك تحتفظ بالأسئلة والإجابات، لكن لما تتجمع في فيديو كده هيبقى الموضوع ألطف وأحسن يعني كأرشيف ليك. طبعا المدة برضو بتاعت اللايف والفيديوهات دي مش محسوبة، يعني احنا 55 ساعة ده شرح صافي للكورس بس، لكن الفيديوهات دي لا ما مش محسوبة، انت هتاخدها برضو كمادة كده أرشيفية ليك في الآخر، ومش هتعتبر من مدة الكورس. تمام، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترجمة